الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. مسألة سألت الشيخ رحمه الله عن رجل أعطي مالا وقال له صاحب المال وزعه على الفقراء، يعني شخص أعطى شخصا مالا وقال له هذا المال وزعه على الفقراء، فوزعه، يعني الرجل فعل كما طلب منه فوزعه، ثم رجع إليه صاحب المال بعد التوزيع وقال أنا لم أرد أن توزعه على الفقراء بل أريد جزءا منه لكذا، يعني بعد أن قال له وزعه على الفقراء وذاك وزع، رجع إليه قال له أنا أردت شيئا لكذا وشيئا للفقراء. قال أنا لم أرد أن توزعه على الفقراء بل أريد جزءا منه لكذا، فهل يلزم الذي وزع شيء؟ يعني هنا السؤال، هل الذي وزع يلزمه شيء؟ قال الشيخ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لأنه فعل كما قال له، يعني ما عليه مؤاخذة وليس عليه معصية وليس خيانة للأمانة، فعل كما قال له. مسألة القماشة الرطبة، القماشة الرطبة إذا أصاب طرفها نجاسة لا تنتقل النجاسة إلى كلها، يعني إذا كان في قماشة عليها رطوبة وأصاب طرفا منها نجاسة، هذه النجاسة لا تكون منتقلة إلى كل القماش، هذا الجزء الذي أصابه، ليس كالماء القليل. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها كل هذا الماء صار متنجسا بهذه النجاسة. ومن ظن أنه تنجس كل المكان الرطب لا يكفر، إذا إنسان ظن أن النجاسة تنتقل بسبب الرطوبة إلى كل هذا القماش لا يكفر، غلط يعني لا يكفر. بلل يعني باللفظ الذي نقول نحن مبتلى بالماء. أن النجاسة تنتقل إلى كل المكان الرطب لا يكفر. مسألة المالكية قالوا من لازمه الشك في كل صلاة، يعني في كل صلاة يشك مثلا هل صلى ركعتين أم ثلاث ركعات، أو في كل صلاة يشك هل سجدت، يقول في نفسي شك يطرأ عليه، سجدت مرة أم مرتين، ركعت أم لم أركع، اعتدلت أم لم أعتدل، هكذا
يعني ليس شرطا أن يكون نوع الشك في شيء واحد حتى يأخذ بهذا الحكم الذي سنذكره الآن. يعني إن كان يطرأ عليه الشك في الصلاة مرة في عدد الركعات، ومرة في السجود، مرة في الركوع، مرة في الاعتدال، يعتبر أنه شك في كل صلاة، ليس شرطا أن يكون في نوع واحد. من لازمه الشك في كل صلاة يجب عليه أن يأخذ بالأكثر. هم عندهم يجب عليه أن يأخذ بالأكثر لقطع الوسواس، يجب عليه أن يأخذ بالأكثر لقطع الوسواس. يعني إذا كان يعتريه الشك مثلا هل صليت ركعة أم ركعتين، كل يوم يطرأ عليه في الصلاة يقول صليت ركعتين، طرأ عليه الشك صليت ثلاثا أم أربعا في الرباعية يقول صليت أربعا. لا يجوز أنه نقول يجب عليه أن يأخذ بالأكثر. عند الشافعية بالأقل، نعم، مسألة سألت الشيخ عن قدم رسمت في كتاب، سألت الشيخ عن قدم رسمت في كتاب. أحيانا يرسمون شكل شخص مثلا يعمل صورة الوضوء، فيرسمون الوجه واليدين والقدمين. سألت الشيخ عن قدم رسمت في كتاب وفي مقابلها اسم الله، يعني في الصحيفة التي تقابل اسم الله، بحيث إذا أطبق الكتاب، لا يعني الصورة، أقول عن الصورة. قال الشيخ إن كان الاسم أعلى، إن كان الاسم أعلى مكروه، يعني إن كان إذا أطبق الكتاب يكون الاسم أعلى مكروه. قل لهم تركها خير، قل لهم تركها خير. وإن كان في الصحيفة المقابلة لاسم الله صورة نعل أو صورة حذاء وأطبق شخص الكتاب فهذا حرام وليس كفرا. أكيد إلا إذا أراد الاستخفاف، أما إذا أراد الاستخفاف يكفر، يعني لو لم يطبق إن أراد الاستخفاف بسم الله كفر. مسألة سألت الشيخ عن شخص مبتلى يحمل كيس بول دائما، أحيانا الشخص يمرض فيعملون له عملية، البول لا يخرج من مخرجه الطبيعي، فيعمل له ثقب في جسمه ثم يمد هكذا شيء حتى يخرج البول إلى كيس يحمله، سبحان الله. فهذا كيف يصلي؟ يصلي على حاله لأنه معذور. يحمل كيس بول دائما يريد أن يدخل به المسجد ولا يخشى تلويثه. قال الشيخ يجوز، يعني يجوز لهذا السلس الذي هو دائم الحدث ويحمل كيس بول لعذر،
أن يدخل المسجد وهو يحمل ذلك، لأنه لا يلوث المسجد بالنجاسة بدخوله. مسألة: إذا قال الشخص أعاهد الله لأفعلن كذا، إذا قال الشخص أعاهد الله لأفعلن كذا، فهذا ليس يمينا، ولا يجب عليه فعل ما ذكره. يعني واحد مثلا قال عهد الله علي أو أعاهد الله أن أذهب غدا إلى بيت أخي مثلا، ولا يجب عليه أن يذهب، ولا يجب عليه فعل ما ذكره ما لم يكن واجبا شرعا، ولا يجب عليه فعل ما ذكره ما لم يكن واجبا شرعا. ما معنى عهد الله؟ يعني كان كالوعد، كالذي يعمل وعدا، يعني ليس معناه أنه صار ملزما في الشرع أن يفعل، لكن لتقوية ذلك. ليس يمينا، اليمين يكون بالحلف بالله أو بصفة من صفات الله، هكذا الحلف، هكذا اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة إذا حلف بالله أو بصفة من صفات الله، أما إذا حلف بغير الله فهذا مكروه. إذا إنسان حلف بشيء معظم كمحمد عليه الصلاة والسلام أو الكعبة مثلا أو العرش أو الجنة، هذه أشياء معظمة، هذا ليس يمينا ومكروه، حتى لو حلف بمحمد مكروه. الشافعي الذي نقل عنه أنه قال أخشى أن يكون معصية، قال الحلف بغير الله مكروه وأخشى أن يكون معصية، معناه كرهته شديدة، لأن الرسول قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن يحلف بالله والله بالله تالله والرحمن والقادر والعليم مثلا، أو إما أن يحلف بصفة من صفات الله وقدرة الله وعلم الله وحياة الله، أما الحلف بالمخلوقات فهذا مكروه. ليس حراما وليس شركا، ليس شركا إلا إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله، هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر، يعني إن عظمه كتعظيمه لله، هذا معناه. أما إذا حلف بأبيه بأمه بشرفه بعرضه أو برحمة أمه كما يفعل العوام في بلادنا، نقول مكروه. عند الإمام أحمد حرام، الحلف بغير الله معصية. الوهابية يقولون إذا شخص حلف بأولاده فورا يقولون له أشركت، يعني صرت كافرا، على زعمهم أخذوا بظاهر الحديث، الحديث ليس معناه كما يتوهمون. في صحيح البخاري أن عمر كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فحلف بأبيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ما قال له لقد أشركت يا عمر، ما قال له لقد كفرت يا عمر. لو كان مجرد الحلف بغير الله شركا كفرا لكان الرسول قال له تشهد لعمر. إنما نهى الرسول عن الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وفي رواية أو ليصمت، يعني يترك هذا، يكف عن هذا. الوهابية يكفرون المسلم بدون ذنب، بدون معصية يكفرون المسلم والعياذ بالله. مسألة: سألت الشيخ عن امرأة قالت لزوجها، أحيانا المزح انتبهوا لهذا يوقع الشخص في الكفر، وأحيانا الغضب يكون سببا لوقوع الشخص في الكفر، هذا وهذا، فانتبهوا. الشخص الذي هو قوي إيمانه من شأنه قبل أن يتكلم يفكر في الكلام، إن كان خيرا يقوله، إن كان ليس خيرا يمسك عنه ولو كان غضبان،
أكثر الناس عند الغضب لا يمسكون عن الكلام، يكون الشخص يقع في الغيبة وهو متعلم فيغضب، تقول له لا تغتب، يكمل في الغيبة. يا رجل اتق الله، تقول له اتق الله، يكمل، لأنه يستجيب لوساوس الشيطان، لا يمسك نفسه. القوي إيمانه من شأنه عند الغضب يمسك نفسه عن الكلام الذي هو شر، هو معصية، حتى عن الكلام الذي لا خير فيه يمسك نفسه. أليس قلت لكم مرة شخص يدرس لكنه يشرب السيجارة كثيرا، فقال لي الشيخ عبد الله رحمه الله ناديه، فقال له يا حاج أنت بدل أن تضيع النفس في هذه السيجارة، يعني يشير له إلى السيجارة، إذا قلت سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة ساقها من ذهب خير من الدنيا وما فيها. بدل أن تضيع النفس، يعني إذا قلت سبحان الله وبحمده، يعني الشخص إذا فكر في هذا يجتهد في الإكثار من الذكر الذي ينفعه في قبره وفي الآخرة. سألت الشيخ عن امرأة قالت لزوجها، يمكن هذه تمزح الله أعلم، ربما أنت حامل. معلوم في الشرع أن الرجل لا يحمل في بطنه الجنين الولد يعني، وأن التي تحمل هي المرأة، هذا معروف في شرع الله في دين الله، معروف عند الناس. قال الشيخ إن لم ترد حاملا بابن آدم لا تكفر، إن لم ترد حاملا بابن آدم لا تكفر. الإنسان قد يحمل في جوفه دودا، أحيانا الشخص يبتلى بدود يسبب له نفخا في بطنه أو غير ذلك، قد يحمل في بطنه الدود، قد يحمل في بطنه غير ذلك. فإن لم ترد حاملا بابن آدم لا تكفر. مسألة، سألت الشيخ رحمه الله أن الناس يستعملون كلمة ظلم بمعنى نقص حظه في كذا، سألت الشيخ أن الناس يستعملون كلمة ظلم بمعنى نقص حظه في كذا، يعني هذا معروف في استعمال الناس. أحيانا مثلا رجل يوزع مثلا هدايا على أولاده، فيعطي ولدا دون ولد، فيقول بعض الناس ليش ظلمته، ماذا يريدون بكلمة ليش ظلمته، لما منعته، لما لم تعطه كما أعطيت أخاه. وحتى في غير الأبناء يحصل هذا، إذا كان شخص عنده موظفون مثلا فوزع هدايا على الموظفين، أعطى هذا 100 وهذا 100 ثم لم يعطي بعضا، فيقول بعض الناس ليش ظلمتم، ماذا يريدون هؤلاء، بعض هؤلاء يريدون من ظلمتم، لما لم تكرمهم كالبقية، لما لم توزع على الكل كما أعطيت هؤلاء أعطي هؤلاء. وحتى يعني أحيانا الشخص إذا كان يضيف البن وتجاوزه الشخص يقولون ليش ظلمته، لما أعطيت فنجان بن كما أعطيت البقية، هل يريدون عليه معصية؟ لا، معناه لما لم تكرمه كالبقية، لما نقصت حظه في هذا. وأنه في القاموس، القاموس يعني الكتاب، القاموس المحيط المعجم الذي يسمى القاموس، وأنه في القاموس وغيره أن ظلم تأتي لغير معنى وضع الشيء في غير محله، وأنه في القاموس وغيره أن ظلم، يعني هذه الكلمة تأتي يعني في اللغة تستعمل لغير معنى وضع الشيء في غير محله.
لذلك نحن نقول الله لا يجوز عليه الظلم، مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا. الله تعالى إن عذب العباد لا يقال ظلمهم. أليس لما عصى قوم لوط سيدنا لوطا استأذن جبريل عليه السلام رب العالمين أن يخسف هذه القرى، أن يخسف قرى قوم لوط، سدوم هذه التي في جهة البحر الميت في الأردن، فأذن الله له فرفعها بجناحه، بريشة من جناحه رفع هذه القرى إلى جهة السماء، حتى سمع ملائكة السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها، قلب هذه القرى، جعل عليها سافلها، فأبادهم الله. من مات؟ مات هؤلاء الكفار الذين كفروا بالنبي، ومات هذه البهائم، ماتت. لا يقال كيف يميت الله هذه البهائم بهذا البلاء الذي أنزل على قوم لوط. الله هؤلاء البهائم ملكه، يتصرف بهم كما يشاء. لذلك نقول الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. لا يقال الله إن عذب هؤلاء الصغار بالأمراض، ابتلاهم بالمرض، بالجوع، بالفقر، لا يقال ظلمهم. من قال ظلمهم كفر. الظلم مستحيل على الله، الله مالك كل شيء، يتصرف في ملكه كما يشاء. ويقال عن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. وأنه في القاموس وغيره أن الظلم تأتي لغير معنى وضع الشيء في غير محله، كنقصة، يعني يقال ظلم بمعنى نقصة. تذكرون الحديث الذي فيه أن صحابيا توضأ ثم قال توضأت، هذا الوضوء الذي توضأته كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوئي هذا، ثم قال بعد أن توضأ الرسول هذا الوضوء الكامل، من زاد عن هذا أو نقص فقد أساء وظلم. قال وظلم، ظلم هنا ليس المقصود به أنه عصى، معناه ترك ما كان لو فعله له فيه خير كبير، لا معناه نقص. إذا تركت التثليث مثلا بلا عذر تكون نقصت، نقصت عن الذي هو في لك فيه حظ أكبر، الكمال في الوضوء أن تأتي بالتثليث، إذا تركته ليس حراما لكن تكون نقصت عن الأكمل، هذا معناه. كما في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا، بمعنى لم تنقص. الجنة في اللغة معناها البستان الذي فيه شجر، يقال عنه جنة في اللغة، يعني إذا واحد رأى مكانا جميلا فقال هذه جنة، ليس ما فيه ضرر، ليس معناه هذه جنة الخلد، جنة الخلد ليست في الأرض، لكن أحيانا الناس تقول هذه جنة، أو يقولون هذه جنة الله في أرضه، معناه بستان جميل فيه شجر في الأرض، لا يضر العقيدة هذا. فيقولون، يعني الناس يقولون إذا ضيف البن، البن إذا ضيف البن لأناس وترك المضيف واحدا وترك المضيف واحدا، المضيف يعني الذي ضيف، لما ظلمته، يعني لما نقصت حظه في هذا، يقولون لما ظلمته، يعني لما نقصت حظه في هذا، قال الشيخ إن كانوا يفهمون هذا
لا بأس. يعني إن كان هؤلاء الذين يتلفظون بهذا اللفظ يفهمون هذا المعنى لا بأس، يعني ليس عليهم ضرر في قولهم هذا. مسألة: من قال أداة الحكاية بلسانه؟ من قال أداة الحكاية بلسانه؟ ثم كتب الكفر فورا سلم. يعني واحد يريد أن يكتب في ورقة بحيث لا ينضر منها أحد، لا أحد سيعتقد هذا الكفر ولا أحد سيشك في أمر ديني بسبب ذلك، قال المؤلف بلسانه وكتب كلام الكفر، هو يريد هذا أن يقرأه فيما بعد مثلا لنفسه، يسلم، يعني ما عليه كفر لأنه أتى بأداة الحكاية. أداة الحكاية إما أن تكتب باليد وإما أن تقال باللسان. مسألة: سألت الشيخ عن شخص كفر. سألت الشيخ رحمه الله عن شخص كفر. واحد، المسألة هي شخص نطق بكلام الكفر، ثم شخص أشار إليه وقال كلامه الذي قاله، الكفر الذي قاله، بأن أشار إليه، ما قال هذا قال كذا أو هذا يقول كذا، أشار إليه، ظن أن هذه الإشارة تعتبر حكاية، أن الإشارة إلى القائل تعتبر حكاية. الشيخ لا يكفر هذا لأنه ظن أن الإشارة حكاية، لكن هي ليست حكاية، مجرد أن يشير هذا ليس حكاية. سألت الشيخ عن شخص كفر فقال شخص بعد أن أشار إليه، الكفر الذي قاله، فقال شخص بعد أن أشار إليه الكفر الذي قاله دون أن يقول الحكاية بلسانه، دون أن يقول الحكاية بلسانه. قال الشيخ: إن فهم من إشارته الحكاية لا يكفر، إن فهم من إشارته الحكاية لا يكفر، لكن ينهى عن هذا، هذا لا يجوز، لكن ينهى عن هذا، هذا لا يجوز. مسألة: سألت الشيخ رحمه الله هل يقال يا مبين يا مبين على وجه الورد؟ الورد، الورد يعني يحمل سبحة مثلا ويقول يا مبين يا مبين يا مبين، هذا من أسماء الله، الله تعالى كل شيء يدل على وجوده سبحانه وتعالى، كل هذا الخلق، كل شيء في العالم يدل على وجود الله. لماذا العلماء قالوا لماذا سمي العالم عالما؟ لأنه علامة على وجود الله، يدل على وجود الخالق، فالله سبحانه وتعالى كل شيء يدل على وجوده، لأن لسان حال كل شيء يقول من هذا الخلق، يعني أنا متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فإذا أنا لا بد لي من مغير، لسان حال كل شيء من هذا العالم، كل جزء من هذا العالم، أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، وهذا المكون لا يجوز أن يكون مشبها لي،
لأنه لو كان مشبها لشيء من العالم لم يكن خالقا له، لأنه في العقل المتماثلات ليس بعضها أولى من بعض ليكون خالقا لغيره، لأن هذا كهذا كيف يكون هذا خالقا له؟ الأب والابن كلاهما يتشابهان، هذا له جسم وهذا له صورة وله شكل ويتغير من حال إلى حال ومركب، وهذا كذلك له جسم مركب وله صورة وهيئة ويتغير من حال إلى حال، فلا يقال الأب خالق لولده ولا الولد خالق لأبيه، ليس أحد الحادثات أولى من الآخر ليكون خالقا له، لأن هذا يشبه هذا، إن لم يكن الشبه كليا يكون جزئيا من بعض النواحي، يعني هكذا العقل، العقل السليم هكذا يثبت. ونقول من أسماء الله الظاهر الباطن، الله تعالى ظاهر بآياته، يعني كل شيء يدل على وجوده، باطن بذاته، أي ذات الله تعالى لا يتصور، لا يتمثل في القلوب، ليس شيئا متصورا، ليس شيئا متخيلا، الله تعالى ظاهر بآياته باطن بذاته. يعني الإنسان مهما حاول أن يتوصل إلى إدراك حقيقة ذات الله لا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك، والشيء الذي لا يستطاع التوصل إليه لا يعمل لمحاولة التوصل إليه، لأنه شيء لا يتوصل إليه، الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، مهما أتعب نفسه الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الإحاطة بذات الله تعالى، فهذا شيء لا يتوصل إليه، لا يصير، لا يحصل للإنسان، فكيف يحاول ذلك؟ لابد أن يقنع الإنسان، لابد أن يقنع، أن يقول الله موجود لا كالموجودات، الله موجود لا يتصور، الله موجود لا يتمثل في القلب، لذلك قال السلف والخلف مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، لأجل هذا قالوا هذا، لأن الله ليس شيئا متصورا. العوام كثير منهم يجهلون هذا، فيتصورون أن الله جسم قاعد في الجهة الفوقانية، أو أنه جسم قاعد على العرش، أو أنه جسم يحاذي العرش هكذا بدون مماسة، يعني كل هذا لا يجوز على الله، الله خالق العرش وما دونه، فلا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى مماسا للعرش ولا محاذيا له ولا لشيء من خلقه، الله كان موجودا قبل كل هذا الخلق. إذا واحد سألكم ما الدليل على أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، كيف تقولون؟ تقولون الله خالق كل شيء، هذا الدليل. أليس الله يقول قل الله خالق كل شيء؟ بلى، معناه الله كان موجودا قبل كل شيء، ومن جملة الشيء المكان والجهات، العرش، السماوات، كل هذا يقال عنه شيء، الفضاء يقال عنه شيء، الله كان موجودا قبل كل هذا، ماذا يقال عن وجوده قبل كل هذا؟ موجود بلا جهة ولا مكان. ثم الله لا يتغير، الله تعالى لا يتغير، بعد أن خلق الأماكن والجهات والعرش والفضاء والسماوات لم يزل موجودا بلا مكان. إذا واحد قال لك أنا لا أستطيع أن أتصور هذا، قل له معرفة الله لا تطلب بالتصور، معرفة الله لا تطلب بالتصور. هذا الغلط الذي وقع فيه المشبهة المجسمة، أنهم يريدون أن يتصوروا الله فوقعوا في الشرك في الكفر في تشبيه الله بخلقه، في الخلق ما لا تستطيع أن تتصوره وأنت تعتقده، في الخلق ما لا تستطيع أن تتصوره وكل مؤمن يعتقده، وهو أنه كان وقت ليس فيه ظلام ولا نور، لأن الله قال وجعل الظلمات والنور، أي خلق، جعل هنا معناه خلق، قبل أن يخلق الله الظلمات والنور لم يكن ظلام ولا نور، مهما حاولت أن تتصور وقتا ليس فيه ظلمات ولا نور لا تستطيع، وهذا مخلوق، فكيف يقول شخص أريد أن أتصور الله
وهو لا يستطيع أن يتصور شيئا من المخلوقات، لا يستطيع هذا الشيء الذي ورد في القرآن الكريم وكل مؤمن يصدق به، فكيف يقول أريد أن أتصور الله وشيء من المخلوقات هو لا يتصوره وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور؟ الله تعالى حرم الوهابية الفهم الصحيح، فوقعوا في تشبيه الله بخلقه، وقعوا في تشبيه الله بخلقه لأنهم حرموا الفهم الصحيح. العبرة ليست بكثرة الحفظ ولا بإطالة اللحى ولا بالهيئة، بمجرد الهيئة لا، كثير من الصحابة كانوا فقراء من شدة الفقر، ما عندهم إلا قطعة قماش واحدة، قماش واحدة يسترون بها العورة، ما عندهم شيء يضعونه على الرأس، قلنسوا ما عندهم شدة فقرهم، ما عندهم ثوب فيه جيب، ليس يستعملون السواك، ما كان عندهم ثوب فيه جيب، شدة الفقر كانوا يضعونه هنا بين الأذن والرأس كما يفعل النجار الذي يستعمل القلم كثيرا، هنا يضعونه، ما عندهم جيب. نحن كم جيب عندنا، جيب في الخارج وجيب في الداخل، تغيرت الأحوال. هؤلاء الصحابة الذين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام ودخلوا وافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير منهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن الله رزقهم الفهم الصحيح، هو الذي بعث في الأميين رسولا. في الأميين كثير منهم كانوا أميين، لكن الله رزقهم الفهم الصحيح فعرفوا الحق. كل التنزيه الذي نذكره بتفاصيله كله عرفوه الصحابة من قول الله ليس كمثله شيء، ثلاث كلمات من هذه الكلمات عرفوا كل التنزيه، لأن الله نور قلوبهم بالمعرفة الصحيحة. أما هؤلاء الوهابية كثير منهم يحفظون القرآن لكن ويقرؤون ليس كمثله شيء، لكن يعتقدون ضدها، ضد ليس كمثله شيء، ضد عقيدة السلف، ويقولون ليستميل الناس إليهم نحن سلفية، نحن مع السلف الصالح، هم ليسوا سلفية وليسوا مع السلف الصالح، ولا يجوز أن يسموا سلفية. كثير من العوام يقولون السلفية عنهم، لا يقال السلفية، يقال الوهابية، هذه نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، أو تقول أدعياء السلفية، يعني يدعون أنهم سلفية وليسوا سلفية، لا زمانا ولا مقالا ولا عقيدة، السلف بريئون منه. مسألة، شخص قيل له على وجه الوردي قال نعم يقال، قال نعم يقال، الإنسان كلما كان فيه قوة وازدياد في حب العلم كلما كان أحسن من حيث الحال عند الله، كلما كان فيه قوة في حب الدين وإقبال على طلب علم الدين يكون أحسن عند الله، وإذا كان بعيدا من هذا لا يكون أحسن. أكثر الناس بعيدون من حب حضور مجالس العلم وحفظ العلم ومذاكرة العلم. مسألة، شخص قيل له انزل إلى درس الدين، فقال لا أحب. كثيرا ما يستعمل العوام كلمة لا أحب، أحيانا لا يفهمون منها الكراهية، كأنهم يريدون لا أريد، يعني لا أميل إلى هذا الفعل الآن، لكن انتبهوا، كلمة لا أحب لا نستعملها في الكلام عن شيء فيه خير، يعني إذا واحد قال لك صلي السنة ليس لك أن تقول لا أحب، تعال إلى مجلس العلم ليس لك أن تقول لا أحب، الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب مثلا، فإذا قيل لك البس البياض ليس لك أن تقول لا أحب، ليس لك أن تعاكس الرسول، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو قال الشخص أنا أحب الرسول أحب كلامه لا أعارضه لا أعاكسه، إذن الزم
ذلك حالا ومقالا في القلب وبالقول أيضا، تلتزم بذلك، ليس فقط تقول بلسانك أنا لا أخالف الرسول ثم في تعابيرك في بعض كلامك تخالف الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، يعني الوقت الباكر بعد دخول الفجر هذا وقت فيه بركة. إذا إنسان مثلا أراد تجارة، أراد سفرا، الأحسن أن يعمل هذا، يبتدئ بهذا في الوقت الذي هو أول النهار. واحد من الصحابة لما سمع الرسول يقول هذا صار يخرج بتجارته أول النهار فأثرى، صار عنده ثروة كبيرة، عمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى ليس لشخص أن يذم الاستيقاظ باكرا، أليس الذي يستيقظ في أول النهار يصلي الفجر في وقته، الصبح يصلي الصبح في وقته، يتحصن، يستفيد بركات، يستفيد خيرا عظيما بدل أن ينام كثيرا. تذكرون ما قالت أم سليمان لسيدنا سليمان في الحديث، لا تنم في الليل كثيرا فإن من ينام كثيرا يأتي يوم القيامة فقيرا، يعني يكون ضيع على نفسه خيرا عظيما. وأكثر الناس ينامون كثيرا، ليس فقط في الليل، في الليل والنهار كانوا ينامون في الليل كثيرا، صاروا ينامون في الليل والنهار كثيرا. فانتبهوا لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يستعمل السواك، ليس لشخص أن يقول لا أحب استعمال السواك. الرسول كان يحض على الاكتحال بالإسمد، قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يقوي البصر، يجلو البصر وينبت الشعر، يعني شعر الجفون. فليس لشخص وقد عرف هذا أن يقول أنا لا أحب الاكتحال بالإسمد، ليس له ذلك. انتبهوا لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء كان يؤنس الغريب الذي أتى، أليس كان يقصده الناس من النواحي، يؤنسهم، يقعد معهم يؤنسهم. إناس الغريب مستحب، شيء فيه ثواب، فيه أجر يعني. ثم ينام. لماذا ينام بعد العشاء؟ حتى يقوم بالليل، يقوم ثم ينام، يقوم ثم ينام عليه الصلاة والسلام، ويصلي الصبح في أول الوقت. فأيضا ليس لشخص أن يذم النوم باكرا بعد أن أدى صلاة العشاء، عمل ما فرض الله عليه، يريد أن ينام ليعمل الطاعات، ليقوى على فعل الطاعات. عندنا العوام ماذا يقولون؟ يقولون ينام مع الدجاج. الذي يتعلم يعرف هذا، الذي لا يتعلم يعني هو في واد والعلم في واد وأحكام الشرع في واد. وإن قلت له هذا يستغرب. لماذا يستغرب؟ لأنه ما تعلم. يعني إذا إنسان راح إلى الصين أليس يستغرب إذا سمع أهل الصين يتكلمون؟ لأنه لا يعرف لغتهم. لو كان يعرف لغتهم لا يستغرب. فهذا لا يعرف، ما تعلم، فيستغرب حين تكلمه، يستغرب. يعني اليوم حدثني شخص عن شخص سمعه يكفر ويريد منه أن يتشهد، ماذا يفعل كثير من العوام؟ يقول أستغفر الله بعد أن يكفر، بدل أن يقول الشهادة. وإن قلت له لا تنفعك يستغرب، كيف لا تنفعني أستغفر الله؟ الكافر تنفعه أستغفر الله؟ لا، كأنه يقول يا ربي كذب نفسك واغفر لي وقد أخبرت أنك لا تغفر لكافر. وهذا معنى كلامي والعياذ بالله. سببه كل هذا سببه الجهل، بعدهم عن الدين، يعيشون هكذا، وهو لا يكره درس الدين. قال الشيخ إن كان يفهم فقال لا أحب، وهو لا يكره درس الدين، يعني في قلبه لا يكره درس الدين. في المدرسة أحيانا ليس بعض الطلاب يقولون لا أحب حصة القواعد العربي، هو لا يكره القواعد العربي لكن معناه عندهم أتعب منها مثلا، أو لا أميل لهذه المعلمة التي تعلم القواعد العربي، فيستعملون لفظ لا أحب، وهو لا يكره درس الدين. قال الشيخ إن كان يفهم من لا أحب ما عندي نشاط، ما عندي فراغ قلب
لا يكفر. هذا الظن بهم، أنه لما يقول لا أحب أنه أنا كسلان ما عندي نشاط للدرس، أو قلبي مشغول بشيء آخر ما عندي فراغ قلب. وأكثر الناس ما عندها فراغ قلب للعلم، عندهم فراغ قلب للأكل والشرب والمتعة والمال وزينة الحياة الدنيا. أما إذا كان يفهم لا خير فيه كفر، أما إذا كان يفهم لا خير فيه كفر. وإن كان يفهم منه أيضا، أظنهم يفهمون هذا، وإن كان يفهم منه لا أميل الآن لا يكفر. وإن كان يفهم منه لا أميل الآن لا يكفر، ليس الكراهية، يعني لا يفهم أنه يكره مجلس العلم. الرسول قال كلوا الزيت وادهنوا به، فإذا واحد صلى الله عليه وسلم لما يأكل الزيت يقول أكله لأن الرسول قال كلوا الزيت له أجر. فأحيانا بعض الناس إذا قلت له كل الزيت يقول لك لا أحبه. ما معنى لا أحبه؟ لا أميل إليه، هذا عندهم معناه، لكن هي ليس معناها ذلك. فإن كان يتعلم ويقبل يقال له لا تقل لا أحبه، قل ما ألفته، بالعامية ما تعودت عليه. ما ألفته معناه ما تعودت عليه، هذا معنى ما ألفته. فهو يكون ما ألفه ما تعود عليه، لكن لا يقال لا أحبه. الرسول قال كل الزيت معناه فوائده عظيمة، والدهن به معناه الدهان بالزيت فوائده عظيمة. يقول شيخنا رحمه الله كثير من الأمراض تندفع بالدهان بالزيت، وترك ذلك سبب لكثير من الأمراض. وأكثر الناس تركوا هذه السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع عمامة دسماء، دسماء معناه فيها لون الدسم من كثرة ما يدهن بالزيت، ويضع العمامة صلى الله عليه وسلم فيصير فيها لون الدسم، لون الزيت، يعني أليس يظهر لون للزيت؟ معناه كان يعتني الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم يفعلون هذا. امرأة من آل الرفاع في الطريق الجديدة، يمكن منذ نحو 30 سنة درست في بيتهم مدة، قالت لي عندي 5 أولاد على ما أذكر، كلهم أول ما يولدون كنت أدهنهم بالزيت، أدهن كل جسمهم بالزيت. قالت فكانوا لا يمرضون. قالت كنت أدهن كل جسمهم بالزيت من أول ما يولد. الناس تركوا هذه العادة الحسنة، هذا شيء حسن فعله. إذا إنسان قال أفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وادهنوا به عن الزيت، له ثواب على ذلك. مسألة. قال الشيخ الاقتباس في الشعر مكروه، الاقتباس في الشعر مكروه. الاقتباس يعني أثناء الشعر الشاعر يأخذ كلاما من كلام الله أو من كلام رسوله ويجعله في شعره، يضمن شعره شيئا من كلام الله أو من كلام الرسول. هذا يدرس في البلاغة، يسمى الاقتباس. يقول الشيخ مكروه يعني تركه أحسن. مسألة. لا يحرم رمي كلمة زمزم، لا يحرم رمي كلمة زمزم. أليس يكونون أحيانا يكتبون على القارورة زمزم، مياه زمزم أو ماء زمزم؟ ليس حراما، إذا رماها ليس حراما. الحاج فلان مثلا، الحاج محمد، ليس حراما إذا رميت، ليس حراما. الحج والعمرة لا ترمى. العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، عن هذا لا يرمى، هذا لا يرمى. أما الحاج فلان يجوز، إذا رميت يجوز. الشهيد فلان عن الشخص، ليس عن اسم الله، من أسماء الله الشهيد، ليس هذا. الشهيد فلان إذا رميت يجوز، ليس حراما.
مسألة. هذه ليست عيد، إذا كتبت بالإنجليزية عيد بالإي يعني، فهذه ليست كلمة عيد، يجوز رميها. مسألة: إذا طلب الزوج من زوجه، من زوجه يعني من زوجته، أن تتبسم في وجهه ليستمتع بذلك ويفرح، وكان يتعكر إن لم تفعل، وجب عليها التبسم في وجهه، وجب عليها التبسم في وجهه. هي المرأة، الرجل لها عليها حق، الزوجة لزوجها عليها حق في أمر الاستمتاع، وهو أن تمكنه في ما له فيه حق من الاستمتاع، إلا ما لا يحل، كأن طلب الجماع في الحيض مثلا أو النفاس، فهنا لا يجوز أن تمكنه، ولا يجب عليها إن كانت تنضر مثلا لسبب، إن كانت مريضة فكان يضرها الجماع وطلب الجماع، لا يجب عليها، هذا يدخل في الاستمتاع. لا يجوز للمرأة أن تعكر على زوجها بلبس ما يعكر عليه، مثلا قال لها أتعكر من اللون الأسود، لا تلبس الأسود وتقعدي في وجهي يتعكر، لا يجوز لها أن تفعل. قال لها أتعكر إن كنت هكذا تظهرين الغضب في وجهي، لا تتبسمين في وجهي أتعكر. المرأة إذا غضبت من زوجها من شأنها عادة ماذا تفعل؟ تظهر له الغضب، لا تتبسم، فإن كان يتعكر من ذلك لا يجوز لها أن تفعل ذلك. كذلك لا يجوز أن تخشن له الكلام، يعني أن تكلمه بكلام خشن يتأذى منه، لا يجوز لها ذلك. والرجل لا يجوز له أن يؤذي امرأته بلا حق، يعني أيضا هو إن كان خشن لها الكلام بلا حق لا يجوز، لكن هذا حق الاستمتاع ليس هنا كهنا، يعني إن هي طلبت منه يستحب أن يجيبها لهذا الاستمتاع، لا يجب عليه، أما إن هو طلب منها يجب عليها، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها، وهي يجب عليها أن تمكنه من نفسها إلا ما لا يحل، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، لأنه في المقابل هو يجب عليه أن يسكنها وأن يكسوها، أن ينفق عليها لهذه المرأة، هذا حق له عليها وهي لها عليه حق أيضا. الالتزام بالحكم الشرعي صار قليلا في الناس. مسألة: من قال في التشهد للدخول في الإسلام أن أبا الكاسم رسول الله، بالكاف يعني، أن أبا الكاسم رسول الله، لا يصح. البعض الذين هم من الإنجليز أو الأمريكان أو الفرنسيين في أول الأمر لا يعرفون النطق بالقاف، لأنه ليس عندهم قاف، فإذا قيل لهم قولوا أشهد أن أبا القاسم يقولون أبا الكاسم، لا يأتون بالقاف، فهذا لا يصح، لأنه ليس من أسماء الرسول، كنية الرسول عليه الصلاة والسلام أبو القاسم وليس أبا الكاسم بالكاف. ويقول الفقهاء إذا نطق بالقاف المعقودة يصح، لأن في بعض لغات العرب، يعني يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله يصح. مسألة: سألت الشيخ رحمه الله عن قول جنون البقر عن المرض الذي يصيب البقر، يعني إذا واحد استغرب قال حتى عن هذا تسألون، أليس الشخص عليه أن
يعرف قبل أن يتكلم هذا القول إن كان يقال أم لا، فنحن نسأل لنعرف حكم الشرع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل ما لا تعلم، لا تخض في القول بما لا تعلم. فقبل أن نسأل كيف نعرف الحكم، فلذلك نسأل، يطلع كلام جديد نسأل عنه حتى نعرف الحكم. سألت الشيخ عن قول جنون البقر عن المرض الذي يصيب البقر فتصير كالمجنون. قال الشيخ: يجوز. يعني مثلا كانوا يقولون الزواج المدني، فسألت الشيخ رحمه الله: هل يقال الزواج المدني بدون أداة حكاية؟ قال: يقال، لأنه زواج مدني، يعني هو صورة زواج مدني ليس على حسب الشريعة. مسألة: لو قال شخص عن غير مسلم شهيد، كثير من العوام يقولون عن كافر مات في معركة مثلا يقولون شهيد، لو قال شخص عن غير مسلم شهيد ولا يفهم أنه يدخل الجنة، يعني لا يفهم من هذا أن هذا صار كالمسلمين يدخلون الجنة، لا، ولا أن له منزلة عند الله، يعني لا يفهم أنه مسلم، لا يفهم أنه يدخل الجنة، لا يفهم أن له منزلة عند الله، إنما يفهم أنه مات فداء للوطن، قال الشيخ: لا يكفر. أنا أظن في العوام أنهم يفهمون هذا، في بعض العوام، يعني ليس في كل العوام يفهمون، لأن بعضهم والعياذ بالله يصرح يقول هذا شهيد وفي الجنة والعياذ بالله. واحد كان رئيس وزراء هنا في لبنان ذهب إلى حضور واحد كافر مات، كافر من المعلنين والعياذ بالله، وقف عند سريره وقرأ الفاتحة وقال: إلى جنان الخلد، عن الكافر المعلن، وعلى زعمي قرأ له الفاتحة وما اكتفى بهذا، قال: إلى جنان الخلد يا فلان سماه هو. هذا تصريح بالكفر، يعني هذا ليس له وجه، هذا ليس له تأويل. أما هنا يحتمل أن بعض الناس قد يفهم من كلمة شهيد أنه قتل في المعارك من أجل البلد، من أجل الوطن، دفاعا عن الوطن، ولا يفهم أنه مسلم ولا أنه يدخل الجنة ولا أن له منزلة عند الله، هذا لا يكفر. فائدة، نعم، نقول على حسب فهمه لا يعرف أن معنى كلمة شهيد أن هذا له منزلة عند الله، هذا معناه، هذا معناه، يظن أن هذه الكلمة إذا قيلت في حق المسلم لها معنى وإذا قيلت في حق غيره لها معنى، هذا معناه. وكثير من العوام أنتم تعرفون الحال، يعني الصلاة لا يعرف الصلاة، ليست تموت أمه فيقف خارج المسجد، كلم بعضهم: لما لا تدخل وتصلي على أمك؟ قال: لا أعرف. لا يعرف الصلاة، لا يعرف كيف يصلي. كثير من الناس لا يعرف الصوم، يعني هو يقال عنه فلان محمد عبد الله علي كذا، لكن لا يعرفون شيئا عن الدين، كثير منهم صورة فقط، صورة مظهر أن هذا من المسلمين، لا، في العقيدة لا يعرفون، في الأعمال لا يعرفون. فائدة: قال الشيخ: يحصل أن يرى الشخص في درس الدين قطع نور تنزل من السماء، يحصل أن يرى الشخص في درس الدين قطع نور تنزل من السماء، أحيانا يرى الملائكة ينزلون من السماء بأشكال مختلفة، بعض الناس يرى ذلك، ليس كل الناس، قليل من الناس من يرى هذا. عند الرسول عليه الصلاة والسلام
ما عادوا يضعون العطر في الحجرة. في الماضي كان يأتي الشخص بالعطر، يدخل يده من الدائرة التي في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يسكب العطر، هكذا يفعل أهل المدينة، يفعلون هذا للبركة يعني. الآن منعوا الناس من هذا. فأحيانا الشخص عندما يقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم يشم رائحة طيبة تأتي مع الريح، مع الهواء الذي يأتي يشم رائحة طيبة. أكثر الناس لا يشمون هذه الرائحة، بعض الناس يحصل لهم، هذا خير إن شاء الله، علامة خير، علامة القبول إن شاء الله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل.